مساء الخير يا حضرات، أهلا وسهلا بكم في قناة أبو كيرو للهندسة والابتكارات. موضوع حلقتنا النهاردة عن لوحة المفاتيح بتاعة الكمبيوتر دي. زي ما انتوا شايفين قدام حضراتكم متربة ومشغلاش مظبوط، تدوس على الزراير كده ايه، يعني مثلا هندوس على ده كده زي ما شايف الزرار ينزل معيش يطلع. فكلها زي ما انتم شايفين، اقربها لكم شويه على الشاشه كده شوفوها اقرب، كلها كده ايه مركونه وصار وضعها كده. فهنفكها مع بعض وننظفها ونعيدها الى العمل من جديد. بدل ما تكلف نفسك وتشتري لك لوحه، خليكم معانا خطوة خطوة كده، شغلانة سهلة وبسيطة. طبعا على بركة الله هنبدأ نحل، هنمسكها كده هنشيل المسامير بتاعتها اللي هي دي ايه، كلهم هنفكهم. طبعا يا حضرات بعد ما انتهينا من عملية الفك بالشكل ده، هنشيل الجزء ده نفصلها من بعضها كده بالشكل ده، وهنشيل الجزء اللي فوق ده، هنشيل ده، وبعدين هنشيل الجزء ده، البوردة بتاعتها ودي الزراير. طبعا يا حضرات اول حاجة هنشيل البوردة، لها ثلاث مسامير هنا هنفكهم. طبعا يا حضرات هنحل ايه، حلينا المسامير اللي هم دول ثلاث مسامير، ده آخر واحد. وهنشيل البوردة بالشكل ده، أول حاجة هنشيل دي كنها على جنب. بعد كده هنشوف الزراير. بعد كده يا حضرات هنشيل البوردة، بقيت البوردة دي كده لها ثلاث مسامير برضه هنشيلهم، هنشيلها خالص من لوحة المفاتيح عشان لوحة المفاتيح هنفصلها بالمية. هنا حضرات اول حاجة هنشيل السلك من هنا كده زي ما شايفين وراكم قدام حضراتكم. بالشكل ده طبعا كل حاجة تخلعها برفق كده، وبعدين تروح شايل البوردة دي خالص بالكابل بتاعها اللي هو ده كده. احنا شلنا البوردة كده ايه، هنشيل الحاجات الصغيرة دي كلها كله ده هيتشال، وهنرجع ايه نركبه تاني. عشان نعرف ايه نغسل البوردة ونظبطها. طبعا يا حضرات فكناها كده كله قدام حضراتكم، هنشيل دول برضي الحاجات دي كده ايه، فكناها كده ايه هنغسلها وننضفها
زي ما شايفين قدام حضراتكم اهي، والزراير مش راضيه تنزل اهي، الزراير مش راضيه تنزل برضه ادي اهو. فايه هنظبطها قدام حضراتكم. طبعا يا حضرات زي ما انتم شايفين هنجيب منظف زي ده كده وهنبخ عليها كده، وهنفتح الميه، وهنجيب فرشة أسنان زي دي كده وهنشتغل فيها كده بالشكل ده. طبعا يا حضرات زي ما انتم شايفين نضفناها مظبوط كلها زي ما شايفين كده من فرشة اسنان زي دي كده، والمية تفوت على الزراير كلها كده، وتطلع الزراير لفوق كده وتفوت عليه في الجنان. طبعا انا فوت عليها كلها هشطفها قدام حضراتكم. طبعا نزلت مية وسخة الاول كتير، إذا لو فيها أي أتربة برضه أنت إيه فوت عليها تاني. شوفها كده كده زي ما شايفينها قدام حضراتكم، الأرقام ظهرت وكل حاجة وضحت. يعني حضرات بعد ما نشفناها كده هنشفها بالاستشوار على الهواء السخن كده، هنفوت على الزراير كلها. طبعا يا حضرات بعد ما انتهينا من عملية التنظيف ونشفناها مظبوط بالشكل ده، هنبدأ ايه في عملية التقفيل. اول خطوة هناخدها هنركب الحاجات دي مكانها، كل حاجة كده ايه واحدة، هنحط لها واحدة زي دي كده قبل ما نحط البوردة، ودي برضة هنقفلها مكانها. هنريح الزراير كده بالراحة، مش مرتاح، وهنقفل ايه اول حاجة دي بالراحة كده، وهنقفل دي هنا، وهنقفل دي هنا لها سن هي بتنزل فيها ايه عشان يقوم كل حاجة لها مكانها عشان تبقى مرتاحة. طبعا يا حضرات زي ما شايفين ركبنا حتة البيضة كلها وغسلناها ونضفناها وريحناها مكانها كده. ايه هنجيب البوردة الاول ونركبها مكانها، هنركب البوردة دي الأول مكانها هنا كده، ريحناها ونريح السلك زي ما كان. بالشكل ده كده احنا ريحنا البوردة والسلك
هنجيب البوردة، وعايزين ايه نمسحها بمنديل مبلل كده. نمسحها بالشكل ده كده عشان لو عليها اي اتربة ولا اي شوائب تطلع. اهم حاجة الناحية من تحت دي كده، من اسفل من ناحية الزراير، نفوت على النقط دي كلها ونظبطها كده يا حضرات. ظبطناها، هنروح ايه مركبينها بالشكل ده زي ما كانت راكبة. اهم حاجة تظبط ايه، تظبطها بالظبط. بالشكل ده كل حاجة جت مكانها اهي كده، ايه راكبة صحي. هنجيب دي نقفلها الاول، مركبين دي هنا ومركبين عليها دي كده ومقفلينها. طبعا قفلناها بالشكل ده، نتقرب على المسامير كويس الثلاثة دول، وتريح السلك هنا مظبوط بالشكل ده. بعد كده نجيب الجف الثاني يا حضرات، هو ده، وبعدين نروح قافلين. قافلين مظبوط بالشكل ده، ونربط، نبتدي في تربيط المسامير. المسامير بتاعتها اهي موجودة، نبدأ من النص كده عشان نظبط البوردة هنا الأول. نركب واحد في الناحية التانية، وهكذا حتى الآخر. نركب اللي في النص كده عشان البوردة تتظبط كده، ما تتحركش شمال ولا يمين. كده حضرات ايه انتهينا احنا من عملية التربيط نهائيا. ربطناها بالشكل ده، ربطناها زي ما انتوا شايفين كده، رجعناها جديدة زي ما شايفين قدام حضراتكم، والزراير شغالة. ندوس على اي واحد شغال، هنجربها على الكمبيوتر قدامكم، كله شغال اهو، طالع لفوق كله. طبعا يا حضرات على بركة الله هنبدأ العمل. شغلنا الكمبيوتر قدام حضراتكم، فاشتغلت اهي، نورت زي ما شايفين قدام حضراتكم اهي. ولسه هنجرب الزراير بتاعتها، هنجيب المذكرة وهنكتب زي ما شايفين اهو قدامكم، فالعجب الفيلم
يا ريت تدوس لايك ويعمل اشتراك للقناة، وإلى اللقاء في فيديو جديد. كان معكم أبو كيرو للهندسة والابتكارات.